أتمنى لهذه الجامعة أن الهدف لهذه الكلية هو تنويع التخصصات اللي موجودة الآن وفتحها على المحيط الاقتصادي وخاصة على المؤسسات الاقتصادية اللي عندها علاقة مباشرة مع الصيدلة وعندها علاقة مباشرة مع الصناعة الصيدلانية. وكنا احنا كذلك يكون عن طريق هذا التدشين كذلك فضاءات أخرى لتشغيل حاملي شهادات في الصيدلة، كانت شهادات في مستوى الدكتوراه في الصيدلة ولا كذلك شهادات فيما بعد تدرج المتخصص في علاقتها مع وزارة الصحة. هذا هو الآن بغينا نعطوا أهمية وتأكيد لهذا المولود الجديد، وقلنا بلي هذه الكلية الأولى بعد الاستقلال الجزائر، لأن بعد 60 سنة من استقلال الجزائر للمرة الأولى يكون فيه كلية الصيدلة في الجامعة الجزائرية.